أهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. نعمل مع بعض اسورة الصداقة بطريقة سهلة قوي، اسورة بسيطة بالكروشيه. كل اللي هنعمله هنعمل عدد سلاسل يكون على مقاس الايد، ما بتاخدش خيط كتير. هنعمل من السلاسل دي 3 قطع يكونوا قد بعض. طبعا اللي ما بيعرفش يعمل سلسله في فيديو ليها على القناه. يبقى احنا هنا عملنا 3 سلاسل قد بعض، ارتفعنا 3 سلاسل قد بعض، وجبت فتله خيط رفيعه خالص وحطيت فيها خرز، قطعتها على قد السلاسل، وبسيب طرف خيط من هنا وبسيب طرف خيط من هنا عشان بعمل بيه العقده في الاخر. يبقى بالشكل ده كده. يبقى عملنا 3 سلاسل قد بعض وعملنا قطعة خيط حطينا فيها خرز. وممكن تعملي سلسلة رابعة وما تحطيش فيها خرز، تبقى سلسلة منفصلة لوحدها. كل اللي هنعمله دلوقتي هنجيب طرف السلاسل هنسويه ببعضه، وهجيب الخيط اللي انا حاطه فيه الخرز وهجيبه جنبهم، وهعمل عليه عقدة. اتأكد ان العقدة تكون عند بداية السلاسل. وقلنا العقدة هنعملها على بداية السلاسل بالشكل ده كده اهي. وده طرف الخيط اللي انا حاطه فيه الخرز. هبعده لوحده وهجيب ال3 سلاسل اللي انا عملتهم وهعملهم ضفير عاديه واشدها في الشغل. يبقى انا ما بشتغلش في الطرف اللي فيه الخرز، وحتى لو عملته سلاسل زي دولي ببعده برضو ما بشتغلش فيهم. انا بعمل ضفيرة في ال3 سلاسل بس. وبفضل ماشية ضفيرة عادية خالص. كده وصلت لنهاية الضفيرة. وعملت نهاية الضفيرة وربطت الفتلة اللي هي اللي فيها الخرز بالخيط زي ما عملت هنا. دلوقتي هنعمل عقدة للسورة عشان تتفتح وتتقفل. هجيب طرف الخيط كده وهجيب طرف الخيط التاني عليه بالشكل ده كده، وهنزله من تحت وهعمل عقدة على الخيط ان انا هدخله من الفتحة دي من نفس الخيط. هعمل عقدة على الخيط التاني معايا بالشكل ده كده. انا كده عملت عقدة بتتفتح وتتقفل.
شدها جامد. معايا بالشكل ده كده، طبعا انا لو سبتها كده الخيط هيفك مني، فهربط عقدة في كل طرف. هقص الخيط الزيادة هروح عند الطرف التاني برضو وهعمل فيه عقدة. ممكن تحطي في الأطراف دي خرز وهقص الخيط برضو. انا هنا عملت في كل طرف خيط خرز عقدة عشان ما يفكش. ده عملت اسورة بالكروشيه دخلت فيها الخرز، طريقتها سهلة وبسيطة. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.